فيتنام، يعني على المستوى الفني والبدني كيف تنظر للمباراتين، وايضا اسالك على المستوى الذهني. تعرف اللاعب العراقي او اللاعب خلينا نقول العربي بشكل عام يمكن يفقد تركيزه بسبب التاهل، كيف ممكن يتعامل كاساس مع مواجهه اندونيسيا وبعدها فيتنام؟ وهذا السؤال يعني لازم يكون في بال الكادر التدريبي والجهاز الاداري. من اقعد اجتمع مع الفريق اول شغله هاي اطرحها، كره القدم ما تعترف بالضعيف والقوي، واليوم الفريق الاندونيسي من الفرق القويه، اذا المباريات هنا مهمه. الجانب الاهم من هذا يا اخي احمد تدري شنو هو؟ جانب التصنيف. انا اقول انت تريد تروح لنهايه كاس العالم، احنا رايحين تروح بالمركز بالليفل 3 المستوى الثالث والثاني، تريد الثاني بالتصنيف راح تنفعنا، ربما احنا راح نصير تصنيفنا افضل من الفريق السعودي وبالنتيجه راح نلقى نفسنا بالليفل 2 اوكي بالمستوى الثاني، وبالنتيجه يسهل علينا بدل ما يجونك اثنين كبار من اسيا يجيك واحد كبير من اسيا. ان الفريق الاندونيسي تطور كثيرا على ضوء ان نتائجه في بطوله اسيا وكذلك المنتخب الاولمبي وكذلك التجنيس، فذلك هم الفريق ممتاز وعلى ارضهم، وما يحاولون ايضا يتجنبون خطوره تقرب الفريق فيتنام عليهم، لذلك انه نشوف راح يحاولون انه في هالمباراه انه ما يخسرون، يعني عندهم فرصه انه مو تاهل لانه صعبه انه يحتلوا المركز الاول، يمكن المركز الثاني يحافظون عليه، وهذا يطلب من فريقنا انه عدم التساهل، لكون انه الفوز وجمع النقاط راح يرتقينا بموقع الفيفا. احنا نحاول انه نعبر السعوديه اذا هم صار عندهم اخفاق واحنا جمعنا نقاط اكثر يمكن تفيدنا بالقرعه بالتصنيف هاي لتجنبنا بعض الفرق القويه. بالرغم انه هي تحصيل حاصل بس المفروض نحسب لها ايضا حسابات، لان هذه تفيد بالتصنيف وايضا معنويا وفنيا. وبالرغم من ذلك يعني احنا من نشوف التشكيله اللي اخذها مدرب المنتخب العراقي كاساس ضمنت مجموعه من الشباب ووجوه جديده، يعني احتمال انه يريد يزج ببعض اللاعبين حتى يشوفهم خلال المباراتين هذه. بس مع ذلك احنا دائما نقول في كرة القدم هدفنا الأول هو الفوز حتى نقبل يعني ما نقبل بأقل من الفوز.